وريد ابن روحي أمرت إليك. بعد الضجة التي أثارها التقرير الذي عرضناه مؤخرا على شاشتنا والاتصالات التي وردت للمعني وغير المعني بتفاصيل الموضوع، منهم من قال إن الفيديو قديم، ومنهم من قال لماذا هذه الحملة ضد ملحم، ومنهم من قال إن التطرق إلى مواضيع الأناشيد الدينية في تقرير فني حرام، وما بين الحلال والحرام أو ضده ومعه، وما بين قديم أو جديد، كان حق الرد محفوظا لصاحبه لينفي او يؤكد. انا ما نزل الريبورتاج كنت باستراليا، انا حضرته بعدين مسجل. بدي اقوله اول شيء، اي مسلم بيتمنى يكون بهذا الموقع، يكون مادح للرسول ولاهل بيته عليهم الصلاه والسلام. بس النقطه، انتم ما قلتوا شيء مش مزبوط، انما إن هذا انا هدفي المستقبلي لقدام ان شاء الله. انا هيك نيه انه انا نترك الفن ونتجه، يعني انا بعتبر هي النعمه من عند رب العالمين انه قدرت اوصل لهالقناعه هيدي، بس انتم استبقتوا الامور. اتصال ورد ما بين ملحم وباسم كربلائي الشهير بفن الاناشيد الدينيه، سالناه عن مضمون الاتصال فكان الرد، اما عن لحن اغنيه غيبي يا شمس التي تشبه لحن الانشوده الدينيه أكد لنا أننا كنا على حق حين قربنا وجه الشبه ما بينهما في التقرير السابق. الشبه هي غنية تراث عراقي، يعني ممكن يكون معك حق، هي غنية من التراث العراقي، يعني بالتالي هودي كل أغاني هون بتلاقيهم قريبة من هذا النوع من النبيات. هل حدثتهم هل التليفون اللي صار بيني وبين الحاج باسم كان تليفون تعارف، انا ما صار تليفون مع مكتب الحاج باسم، صار تليفون مع الحاج باسم ديركت. كان تليفون تعارف وسلام، وقلت له شرفت بيروت ونورت بيروت، و يعني انا بحبه فعلا لانه صوت قدير جدا. شوي الناس تصوروا وكأنه ملحم الشهر الجاي ينزل ألبوم ديني، لا مش هيك الموضوع. وأنا إلي الشرف، برجع بكرر، إلي الشرف أكون بدل موقع، بس مش هالقد قريب، يعني بعد في التزامات وفي ارتباطات وفي إمضاءات أعطيها، وفي في كثير أمور بترتب قبل ما نفوت بهذا المعترك، إنما الفكرة واردة، يعني فكرة واردة، يعني لنقول إنه بمجرد ما يمكن تترك روتانا ممكن دغري تروح تفوت بهيدي المواضيع. صدقيني دلال، بعد ما في قرار، بعض الناس عم يقولوا انه وقف من الحمزين وخلص لا في البوم بعد شهرين ثلاث اشهر. طب ما بتخاف انه هيدي النجوميه وجمهورك بالخليج وبالعالم العربي انه كله هيك بلحظة يختفي؟ شوفي، بس بدي وقف، ما حفكر بهذا كله اكيد. لم ينفي خبر ان تكون النية في اعتناق هذا الفن محتملة التنفيذ، لكن من هنا الى حينها هو باق بيننا بصوت انصدح ردت عليه شمس بعلبك بآه يا ملحم، وللمرة الثانية ان كان في هذا الفن او ذاك يبقى ملحم زين للفن اللبناني رصيدا. بقول لك شغله، انه بس بدي اوقف كليا، يعني حتكونوا عارفين انتم، يعني تكون اول خبر انه انتم حطيتوا ريبورتاج، حتكونوا انتم اول ناس. بعد 5 سنين الله يعطيك العمر ان شاء الله، بعد 4 بعد 3 بعد سنه انتم اول ناس بيكون عندكم خبر.